بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، أدخلنا وأدخلهم في كل الأمور مدخل الصدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيد لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين. اليوم نتكلم فصل في بيان أحكام القذف واللعان. القذف واللعان، واللعن جاية، واللعان جاية من اللعن، وهو لغة مأخوذ من اللعن أي البعد، وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به. يعني إيه المسألة دي؟ القذف معلوم أنه من الكبائر، قذف المحصنات، والذين يقذفون المحصنات فاجلدوهم 83 جلد. يعني القذف طالما ارتبط بحد شرعي دل على أنه من الكبائر، يبقى المحرمات كبائر وصغائر. من علامات الكبائر أنها تكون مرتبطة بحد شرعي، فلما ربنا يجعل الإنسان إذا قذف إنسان قال فلان زاني أو فلانة زانية بيتهمه بهذا، فإذا ثم قذفه في عرضه، فإذا ثبت ذلك أنه قال ذلك بغير بينة، حده أن القاضي يقيم عليه الحد ويجلد 80 جلد. كويس، ده حد القاذف. إذا قذف حر مسلم عفيف، أو حرة مسلمة عفيفة. أما لو قذف أمة أو عبد، يعني رقيق، وده مش موجود دلوقتي، ياخد نصف الحد، 40 جلدة. يبقى 80 جلدة لإيه؟ للحر المسلم العفيف المكلف. طب افرض قذف صبي صغير غير مكلف، يعذر. فهمت؟ لأن الصبي غير مكلف. يبقى الحالة دي بقى تعزير، والتعزير هو حد غير. الفرق بين الحد والتعزير إيه؟ أن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، والحد عقوبة مقدرة شرعا. يبقى العقوبة الغير مقدرة شرعا يسموها إيه؟ تعزير، وهي يقدرها الحاكم اللي هو القاضي بما يناسب المسألة. أما الحد فلا اجتهاد للقاضي فيها لأن الله حددها. يبقى الحد عقوبة مقدرة شرعا، والتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا. الزاني معروف عقوبته الجلد أو الرجم على حسب محصن أو غير محصن. طب افرض واحد عاكس الستات لكن ما زناش، عاكس واحدة ست لمسها، اللي يسموه تحرش، دلوقتي يسموه ايه؟ تحرش. تحرش حرام لكن ملوش حد شرعي، يبقى عقوبته تعزيرية. يوم يجي الحاكم بقى يعمل له عقوبة تعزيرية، لا رجم ولا ايه ولا جلد، بقى 100 جلدة. فهمت بقى؟ العقوبة التعزيرية دي قد تكون حبس، قد تكون مثلا، كانوا زمان واحنا شباب صغيرين كانوا يقبضوا عليه ويحلقوا له زيرو مثلا، علشان يعني الوقت الحلاقة الزيرو بقت موضة، فما بقتش عقوبة. يعني في ناس حتى بيحلق زيرو عادي، ولو شافوه حلق زيرو هيقولوا مبروك، عمرة مقبولة. فمش هتبقى عقوبة. يعني
يعني اصبح في زمان ده مش عقوبه، في زمان احنا واحنا صغيرين كانت عقوبه، لان ما كانش مشهور حكايه اللي يعمل عمره يحلم، كان معظم الرجاله يعملوا عمره ويقصروا، كانش مشهور الكلام ده من 40 سنه مثلا او 50 سنه. دلوقتي ما شاء الله الحمد ايه العمرات كترت وبقت الحداقه الان علامه العباده. فما ينفعش الحاكم ياخد ايه الشاب اللي يتحرش بالستات ويعاقبه انه يحلق له زيرو. فهمت؟ مش عقوبه، ما بقتش عقوبه. والا كل ما يحتاج يحلق يعكس واحده يروح يحلق زوال ايش؟ فهتبقى مش هتنفع، وبالتالي الحاكم بيقدر عقوبه مناسبه ايه للجريمه ومناسبه للزمن اللي هو فيه. فهمت؟ كان زمان يجرسوه مثلا. ايام المماليك وايام كده كان يجرسوه، جرسوه يعني ايه؟ يعني يركبوه حمار بالعكس، واخد بالك، ويمشوا الجرس ويقول لك فلان عمل كذا، علشان يعني ايه؟ يعني يفضحوه يعني. اسمها التجريس. دلوقتي ما مش هيركبوه توك توك مثلا ويفضحوه، مش هتمشي. يعني معناها ان التعزير ده عقوبه غير مقدره شرعا. يبقى الحد عقوبه مقدره شرعا في القذف، لو واحد قذف انسان محصن مكلف حر وقذفه في عرضه، او قذف امراه في عرضها بغير بينه، حده ايه؟ يجلد 80 جلد، وفاعل كبيره من الكبائر وعليه كمان يتوب. كويس؟ ادي معنى القذف. طب واللي عاني؟ افرض واحد زوجته خانته مع رجل اخر وحملت، لو حملت ووضعت الولد اللي هتولده ده هينسب له، ولو قال هو مش ابني يبقى قذفه، ولو معهوش بينه يبقى هيتجلد 80 جلد، يبقى هتبقى مشكلته كبيره. يا يسكت ويقبل الولد اللي مش ابنه ويبقى ابنه، فهمت ازاي؟ يا اما يتهمها والقاضي يقول له هات بينه شهود اربعه، او هي تعترف، ولا هي هتعترف ولا عنده شهود اربعه، فالقاضي هيعمل ايه؟ هيعتبره قاذف فيجلده 80 جلد. طب يعمل ايه في الحاله؟ ولو قتل اللي زنى مع مراته وعرفه هيقتلوه بيه. فهمت ازاي؟ هيعمل ايه؟ ربنا نزل لها حد اسمه حد اللعان يحل لنا الاشكاليه دي. لان اللعان يقوم يعمل ايه؟ يقسم اربع اقسام، انه صادق وان فلانه دي زانية. كويس؟ والخمسة يؤكد الأقسام الأربعة أنه لعنة الله عليه إن كان كاذبا. كويس؟ يبقى لو عمل كده أمام القاضي سقط عنه حد القذف. دي أول حاجة استفاد، إنه مبقاش قاذف. تاني حاجة لا ينسب الولد له، ينتفي عنه. فهمت إزاي؟ يبقى حل الإشكال. وتالت حاجة يفرق بينهما فسخا. فهمت ازاي؟ ما تبقاش مراته بقى، تحرم على التأبيد. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ده قضية ربنا حلها لنا بطريقة مناسبة يلجأ إليها الإنسان إذا خانته زوجته وحملت. طب افرض خانته وما حملتش، مش محتاج بقى يعمل لعان، يطلقها ومع السلامة. فهمت ازاي؟ لكن لو كانت حامل وطلقها، فاللي في بطنها ابنه وهو عارف انه مش ابنه، يبقى ايه؟ حد اللعان يكون للضروره لنفي الولد الذي لم ينتسب له. لكن افرض خانته ولم تحمل، يطلقه مع السلامه بس وخلاص، انتهينا. ربنا مش عايز فضايح. فهمت؟ لا يقذفها ولا بتاع، يطلقها ومع السلامه وانتهينا. فهمت بقى المساله؟ عشان كده حد اللعان يكون للضروره، والضروره تتصور في نفي الايه؟ الولد. واضح؟ فهنقرا النهارده بقى ايه؟ حد اللعان وحد القذف. اما احنا هنقول بقى اللي يترتب عليه كل حاجه. وعشان كده قال لك اللعان شرعا كلمات مخصوصه. كلمات مخصوصه لان ربنا بيقول والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. سوره النور. والذين يرمون ازواجهم يعني ايه؟ بالزنا. ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، يعني ما فيش شهداء اربعه معاه. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه ايه؟ لمن الصادقين. يبقى لازم يقول ايه؟ اشهد بالله اني صادق وانها زانيه. يقول انها زانيه لو غيبه، او انك زانيه لو حضر المجلس.
والخمسة وأشهد بالله أن لعنة الله علي إن كنت كاذبا. فلو عمل كده عشان كده قال لك إيه كلمات مخصوصة زي ما جت في الآية، ما ينفعش يقول والله العظيم، ما ينفعش يقول أحلف، لازم يقول أشهد. ليه؟ لأنها كلمات مخصوصة لازم بزي ما نص عليها القرآن. كويس. جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لا اتخذ له. مضطر إمتى؟ لو حملت، لأن لو ما عملش كده الولد اللي بطنها ده اللي هو مش ابنه هيبقى ابنه ويورثه وينفق عليه وينفق عليه وهي حامل وهو نفسه لا تقبل ذلك. يبقى ده حل يخرج بيه من هذه الأزمة. عشان كده اللعان حد للمضطر. قلت لك لو مش حامل وخانته هو مش مضطر، يطلع ومع السلامة مفيش داعي للفضايح. فهمت بقى المسألة؟ يبقى جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لاتقى فراشه يقصد زوجته وألحق العار به، يعني نسب إليه ما ليس ابنه. الشافعية بقى لهم تفصيلة، هل اللي عنده أيمان ولا شهادة؟ تفصيلة كده لطيفة في مذهب الشافعية. لو كان أيمان وحلف أربع شهادات بالله انه صادق وطلع كذاب يبقى عليه كفاره اربع ايمانات. فهمت بقى؟ عليه كفاره اربع ايمانات لانه ده يمين واليمين يحتاج الكفاره. طب والخمسه ليه ما قلناش؟ لان الخمسه مؤكده للاربعه، فما نقولش عليه خمس كفارات، نقول عليه اربع كفارات لان الخامسه تاكيد للاربعه. ده الراجح في المذهب ان هو ايمان. المرجوح في المذهب الوجه الثاني انه شهاده وليس ايمان، لانه الاشهد. فهمت ازاي؟ فاذا كان شهاده واتضح انه كاذب يبقى لا كفاره عليه الا انه يتوب الى الله، لانه ارتكب اثما شديدا بانه كذب كذبا شديد. فهمت ازاي؟ يبقى كفرته التوبه. فهمت بقى المساله؟ يبقى الراجح في المذهب الشافعي ان اللعان أيمان وليس شهادة، والمرجوح شهادة وليس أيمان. والفرق بينهما يظهر إمتى؟ في وجود الكفارة أو عدمها إن كان كاذبا. فهمت المسألة؟ دي تفصيلة لطيفة. فبيقول لك هنا إيه؟ وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا، رمى يعني قذف، الرجل يعني المكلف، الرجل يعني المكلف المختار غير المضطر يعني، فيخرج المجنون. طب زوج مجنون ورمى زوجته يبقى مش داخل في الموضوع لانه مجنون، لازم يكون مكلف والعقل مناطه التكليف ويكون بلغ الحلم. فهمت ازاي؟ وبالتالي ويقتضي كمان الاختيار، ما يبقاش مكره. فهمت ازاي؟ يبقى كلمه الرجل هنا يدخل فيها المكلف، علشان كده ايه؟ واذا رمى اي قذف الرجل اللي هو المكلف المختار، واخد بالك، الملتزم للاحكام، فيخرج الصبي ويخرج المجنون ويخرج المكره. فهمت ازاي؟ قذف زوجته بالزنا يعني ادعى عليها انها زنيه، فعليه حد القذف. لو قذفها، لو قذف زوجته بالزنا وذكر الزاني، يعني قال زوجته زنت مع فلان، هيبقى عليه حدين قذف، حد عشان الزوجه وحد عشان فلان لانه ذكر فلان، بقى القذف اثنين. فهمت المساله؟ خد بالك من الحته دي. لكن لو قال هي زانيه ولم يذكر اسم الزاني يبقى عليه حد واحد. فهمت بقى المساله؟ يبقى فعليه حد القذف، وسيأتي أنه 80 جلدة. طبعا ده للحر، لكن 40 جلدة للعبد. طب افرض عفا لا يسقط عنه حد القذف، افرض وقذف فلان بأنه زنى بزوجته، فجت زوجته قالت له أنا مسامحاه. فهمت ازاي؟ مسامحاه في الحد ده، والزوج والراجل الثاني اللي ذكره قال أنا مسامحه، ده سوء نظره ضعيف وما خدش بالي.
فهمت ازاي؟ مثلا حتى لو سمحوا لا يسقط الحد، لان الحد له حق اللام وحق الايه؟ المقذوف. فاذا سقط القارئ حد اللام، حد المقذوف يبقى حد اللام، فبرضه هيقام عليه الحد هيقام عليه. كل ده ليه؟ حتى لا يكون في بلاد المسلمين ومجتمع المسلمين شوشره كثيره ويحفظ على الناس اعراضهم. كويس؟ يبقى حد القصف ده صيانه للاعراض. فهمت بقى المساله؟ الا امتى بقى يسقط عنه حد القذف؟ هو قذف زوجته. امتى يسقط عنه حد القذف؟ الا ان يقيم الرجل القاذف البينه. البينه اللي هي ايه؟ شهاده اربع رجال. او الاعتراف. او انها تعترف. ساعتها يسقط عنه حد القذف. الا ان يقيم الرجل القاذف البينه بزنا المقذوفه او اللاعن. يبقى البينه اقرار او اربع شهود. مفيش بينه يبقى يعمل اللعان. ما عملش الاثنين يبقى يجلد 80 جلده. فهمت بقى المساله؟ او يلاعن الزوجة المقذوفة. وفي بعض النسخ او يلتعن، اي بامر الحاكم او من في حكمه كالمحكم. يعني لا يتم اللعان الا بتلقين الحاكم. ما ينفعش هو يقف كده لوحده من غير ما يروح للقاضي ويقول اشهد ايه بالله انها. ما ينفعش، ده لازم بحكم قاضي ويرفعها للقاضي، والقاضي يحدد موعد للملاعنه، والموعد ده يبقى معروف ويحضر مجموعه من الناس ويقف على المنبر ويحلف. يعني شغلانه كده قضيه، فما ينفعش يعملها بنفسه، لازم يرفع القضيه عند القاضي والقاضي يحدد موعد للملاعنه. وعشان كده يقول لك او يلتعن، اي بامر الحاكم او من في حكمه كالمحكم. بأمر الحاكم يعني بتلقينه، يقول له قول وراي أشهد كذا، يلقنه. واخد بالك؟ يقوم يقول وراي. لو ما عملش كده يبقى ما اعتمدش الملاعنة وعليه حد القذف. واضح؟ فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس، خد بالك. حد الملاعن يلاعن فين؟ يلاعن عند وجود الحاكم اللي هو القاضي. وده من حيث حضور القاضي، وحيث المكان الجامع، مسجد يقام فيه الجمعة. فهمت ازاي؟ ده اسمه تغليظ بالمكان، يسموه تغليظ بالمكان، لأن الإنسان الكذاب يخاف يحلف في الجامع كده. ممكن يحلف في السوق، يحلف في البيت، لما بتدخله الجامع تجي له هيبة، يخاف يحلف في الجامع. يقوم نخليه احنا يحلف في الجامع من باب التغليظ المكاني. فهمت بقى ازاي؟ عشان ما يكذبش، يبقى ما يحلفش إذا كان متأكد. فالجامع ما قالكش حتى المسجد، يعني الجامع اللي هو الذي يقام فيه جمعة. المسجد الذي يقام فيه جمعة. وعلى المنبر كمان، يقف على المنبر، لأن المنبر ده بيذكر الناس بمنبر النبي. فيقوم تغليظ تاني، تغليظ فوق التغليظ. تغليظ في الجامع، ومش في أي حتة في الجامع، مش في حجرة ملحقة، لا، ده على المنبر كمان. كل ده يخليه إيه؟ يتردد لو كان غير متأكد من صدقه. كل ده من باب السفر، لأن الشرع يطلب الستر. فمش عايز بقى يشجعه إن يعملها مثلا في أي حتة، لا. في جماعة من الناس، وده برضه تغليظ أكثر لأنه في تشهير. لأن الناس قد يحلف بينه وبين القاضي، لكن لو في ناس يخاف بقى يبقى فضيحة. يوم كل ده علشان إيه؟ ما يتمش إلا لو كان صادق 100% وغير متردد. كل ده اسمها تغليظ بالحضور والمكان. وبعض العلماء قال لك في الوقت كمان، ويبقى بعد صلاة العصر. وبعض العلماء قال لك يوم الجمعة. شفت ازاي؟ عشان يبقى يوم جمعة وبعد صلاة العصر وساعة إجابة. وأقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يوم يخاف. كل ده اسمه تغليظ زمان ومكان وحضور. كل ده من أجل إيه؟ صيانة الأعراض. عشان إيه؟ ما يتعرضش الإنسان لهذه ايه؟ كأن الحدود شرعت لتضرب. كلما زادت القيود قل الموجود. لما يزود لك القيود معناه ايه؟ معناها قليل انها تحصل. عشان كده تلاقي حد اللعان اللي تم في عصر المسلمين كله على مدى 1400 سنه يتعدى على الاصابع. في خلاف سيدنا عمر كلها مره. في خلاف سيدنا عمر بن العزيز مره. في خلافه رسول الله صلى الله عليه وسلم مره او مرتين على خلاف في الروايات. فخد بالك ازاي؟ يعني نادرة. ليه بقى؟ بسبب كثرة القيود.
فكثرة القيود تؤدي إلى إيه؟ إلى قلة الموجود. وكأن الشارع لما كثر القيود في الحدود كأنه شرعها لتضرب ولم يشرعها لتكون شائعة. ودي نقطة مهمة، لأن أصلا هو شرعها زجرا للناس وكفارة أيضا لمن تقام عليه. يبقى فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أقلهم أربعة، أقل الجماعة للناس اللي قاعدين أربعة، أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي إن كانت غائبة، أو فيما رميت هذه إن كانت حاضرة، ويشير إليه كويس فلانة ويقول اسمها، لأن قد يكون لي أكثر من زوج، من الزنا، وإن كانت حاضرة أشار لها بقوله زوجتي هذه، وإن كانت هناك وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات، فيقول وأن هذا الولد من الزنا وليس مني، أو هذا الحمل من الزنا وليس مني. يعني لو كان الحد تم بعد الولادة يقول هذا الولد، ولو كان تم هذا الحد أثناء الحمل يقول هذا الحمل ليس مني. فهمت بقى إزاي؟ ينفيه. ويقول الملاعن هذه الكلمات أربع مرات، يلقنها له أربع مرات. طب ليه أربع مرات؟ علشان ممكن يتردد، لأن التكرار هيديله فرصة إنه يراجع نفسه، ولو تلجلج وما كملش الأربعة يقام عليه حد القذف على طول، يجي للتمرين قال له مع السلامة روح ما تعملش كده تاني. فهمت؟ ويقول الملاعن هذه الكلمات أربع مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم أو المحكم بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا، تملي بقى لما يقول الأربعة الحاكم يقول له قبل الخمسة بقى يقول له اعلم أن فضيحة الآخرة أخف من فضيحة الدنيا، فاتق الله في نفسك، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا، فإن كنت غير متأكد فاتق الله في نفسك وارجع عما أنت فيه. يعز بهذا قبل ما يقول له الخمسة كويس. فيقول في الخمسة بقى وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، بنص الآية، لأن قال إيه وأن لعنة الله علي إن كان ألف الرجل لعنة، وفي المرأة وأن غضب الله عليها، يبقى خلى الغضب مع المرأة وخلى اللعنة مع الرجل، لأن اللعنة أخف من الغضب، الغضب إرادة الانتقام، أما اللعنة في البعد بس، فالبعد عن إيه؟ عن الرحمة. فهمت إزاي؟ فالغضب فيه إرادة الانتقام يقينا، وبالتالي لأن المرأة هي المحل فغلظ عليها بكلمة الغضب، وخفف على الرجل لأنه هو يعتبر في شبه المكان الضعيف، لأنه حينسب إليه ما ليس له. وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا. وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان بل هو سنة، يعني التغليظ المكاني والزماني ده سنة وليس واجب كويس. يعني لو رأى القاضي في زمن من الأزمنة إنه ما فيش داعي يعمله في الجامع يعمله في قاعة المحكمة ممكن، لأنه ده مش أساسي، لكن هو سنة كده. السنة كده ليه؟ عشان لما الإنسان يبقى في مكان يحترمه ويخافه قد يمتنع إن هو يعمله، فقد يجرؤ إن يعمله في إيه؟ في المحكمة، وما يجرؤش يعمله في المسجد. فهمت بقى إزاي؟ لكن لو تعارف قاضي في زمن من الأزمنة قال لك إحنا هنعمل مكان معين مجلس عرفي خارج المسجد لمثل هذه الأشياء حتى ننزه المساجد من مثل هذه الألفاظ، له أن يفعل ذلك ويبقى لم يخالف الشرع، لكنه اقتصر عن السنة بس. فهمت بقى؟ ويبقى الحد صحيح. ويتعلق بلعانه، يعني يترتب عليه بقى، يترتب عليه ايه؟ يتعلق بلعانه اي الزوج، وان لم تلاعن الزوجة خمسة احكام. ناخد بالنا الخمس احكام اللي هينبني عليها اللعنة. سقوط الحد اللي هو حد القذف للملاعنة عنه، يبقى لا يقام عليه حد القذف طالما لا عنه إن كانت محصنة، وسقوط التعزير عنه إن كان غير محصنة. يعني إيه محصنة في حد القذف؟ يعني مكلفة
عفيفة حرة مسلمة، أربع حاجات. ده تعريف الإحصان في حمل القذف، فهمت إزاي؟ يعني لو قذف صبية يبقى إيه؟ تعزير مش حمل، فهمت بقى إزاي؟ أو قذف رقيقة يعني أمة يبقى تعزير مش حمل، فهمت بقى المسألة؟ يبقى هيسقط عنه حد القذف للملاعنة عنه إن كانت محصنة. محصنة يعني إيه؟ مكلفة حرة عفيفة مسلمة. الزوجة الكتابية سيدي برضه، ما هي كده الكتابية، الكتابية هيبقى عليه حد تعزيري ممكن يبقى 60 جلد لكن ما يوصلش 80، فهمت إزاي؟ وإن كان عند الأحناف ما فيش فرق، طالما قبلها زوجة فلها كامل الحقوق، يبقى فيها مسائل إيه؟ خلافية في المزاج، واخد بالك؟ وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة، يسقط التعزير اللي هو غير القذف لو كانت صغيرة أو إيه؟ أو رقيقة يعني. ده أول حاجة سقوط حد القذف، أول حاجة. تاني حاجة وجوب الحد عليها، يبقى يقام عليها حد الزنا على طول. افرض عقد على امرأة صغيرة ولم يدخل بها ثم قذفها او لعنها، فهمت؟ تحصل يعني لازم يخش دخل بها، وحتى لو دخل بها الدخول مش معناه انه جماعة، ادنى الدخول الخلوة بها، فهمت ازاي؟ بس حد الدخول، الدخول عند الاحناف مجرد الخلوة بالمرأة بقى اسمه دخول. طبعا في زماننا مش متصور الزواج بالصغيرة لان القانون اصبح لا يسمح، لكن كان زمان ممكن يتصور ان يتصور بالصغير، فهمت ازاي؟ زمان الاعراف كانت مختلفه عن الاعراف الحاليه، وبالتالي الصوره دي حكايه الزواج الصغيره مش هنجدها في مجتمعنا ولا في اعرافنا الان في زماننا ده. من ساعه ما بقت المراه تدخل المدرسه فتاخر سن الزواج، ولكن ما تتخرج، لكن كان زمان في العراق ما فيش مدارس، مجرد البنت كبرت كده وبقت حلوه وحاضر ويجي لها العريس الكفء جوزها، ده اللي كان بيحصل لان ما فيش ما سبب يعطلها. انما دلوقتي بقى موضوع المدرسه والجامعه والدراسات عليا وعندها مش عارف ايه اصبروا بقى، فايه فاقتضى الحال والعرف الان رفع سن الزواج، وده على فكره مزيه كويسه ويوافق مقاصد الشرع لانه هيقلل احتمالات حدوث الطلاق. واضح؟ يعني احنا مش ضد هذا بل بالعكس احنا مع هذا. طيب الثاني بقى وجوب الحد عليها، حد زناها مسلمه كانت او كافره ان لم تلاعن. كويس. الثالث زوال الفراش اللي هو الفسخ، يعني ما تبقاش مراته بقى. زوال الفراش يعني ما بقتش مراته، ما بقتش فسمته طالما لعنها، ويسمى فسخ ولا يسمى طلاق. زي الرضاع كده، لو سمت انها اخده من الرضاع وهو متزوجها تفسخ، فهمت ازاي؟ فهو فسخ. وهي حاصله ظاهرا وباطنا وان كذب الملاعن نفسه. خد بالك ان زوال الفراش والحرمة على التأبيد دي حتى لو جاء بعد ما لاعن بندو بعد فترة انه كان ايه؟ مخطئ، برضو تفضل حرام عليه للأبد، فهمت ازاي؟ الرابع نفي الولد، لو كانت حامل او ولدت يبقى الولد ده مش ابنه، ده ايه؟ رابع نتيجة للعن. والولد المقصود المولود سواء ذكر او انثى، مش الولد معنى جوري لا، اللي هو مقابل غير لله، فهمت ازاي؟ بل الولد بمعنى مولود سواء كان ذكر او انثى. ونفي الولد عن الملاعن. اما الملاعنه فلا ينتفي على نسب الولد. الملاعنه بقى ما ينتفيش على نسب الولد لانه في بطنها وهي ولدته تفضل امه سواء الولد، لكن ليه؟ لان متيقن علاقتها بيه بالولاد، فهمت بقى ازاي؟ فينسب لامه، الولد اللي في بطنها ده هينسب لامه ولا ينسب لايه؟ للملاعن. الخامس التحريم للزوجة الملاعنة على الأبد، يبقى إيه؟ الفسخ والتحريم الأبدي، يعني أصبحت إيه؟ محرمة أبدا عليه، لا يتزوجها أبدا، ولو تحولت لأمة فاشتراها يحرم عليه أيضا أن يواقعها في ملك اليمين، يعني محرمة عليه أبدا الأبد. واضح؟ التحريم للزوجة الملاعنة على الأبد، فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين لو كانت أما واشتراه،
وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة، منها سقوط حضانتها في حق الزوج إن لم تلاعن. لا، سقوط حصانتها، خد بالك، سقوط الحصانة، سقوط حصانتها. أنا عندي كاتبنا حضانتها، وده خطأ. هي حصانتها؟ لا، هي حصانتها. وهي سيدي القاضي فلا يعد قاذفا. يعني هي الوقت حد القذف للمحصنة، إذا لاعنها سقطت عنه إيه؟ حصانتها، فصار قذفه لا ليس إيه؟ ليس حدا. فهمت إزاي؟ ولا تعزيرا، خلاص هو طلع من الحد، ما هو لاعن خلاص. عشان كده سقوط حصانتها. لو في طفل يا مولانا. طب لحظة بس نخلص الحتة دي وخلي الأسئلة في الآخر. يبقى سقوط حصانتها، شيل بقى النقطة بتاعت حضانتها. وبالتالي الملاعن ما تعتبروش انه قاذف لزوجته. فهمت ازاي؟ ادي معنى سقوط حصانته. لان الايه بتقول والذين يقذفون ايه؟ المحصنات. لان سقطت حصانتها بالملاعن. فهمت؟ كل ده تسقط حصانتها امتى؟ ان لم تلاعن. طب هي عايزه تنفي عن نفسها الحد، تعمل تلاعن زيه. تقف قدامه تحلف اربعه برضه ان هي انه كذاب. والخمسه غضب ربنا عليها لو كان صادق. ساعتها يفرق بينهما ولا يقوم الحد على ايه؟ وينتفي ايه؟ الولد النسب وينسب اليها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى سقوط حصانتها في حق الزوج ان لم تلاعن حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لا يحد. ويسقط الحد عنها بان تلتعن، اي تلاعن الزوج بعد تمام لعانه. فتقول في لعانها إن كان الملاعن حاضرا أشهد بالله أن فلانا هذا لمن لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتكرر الملاعنة هذا الملاعنة هذا الكلام أربع مرات. وتقول في المرة الخامسة من لعانها بعد أن يعظها الحاكم أو المحكم بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا، وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق، وما ذكر من الأقوال دي محله في الناطق. أما الأخرس، افرض الزوج أخرس، يحل محل المعلنة الملعنة الإشارة المفهمة، الإشارة المفهمة. ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف، قال أحلف بالله، ما قالش أشهد، يبطل اللعان، لازم أشهد بنص الآية. فقول الملاعن احلف بالله او لفظ الغضب باللعن او عكسه، قولي لعنة الله وقول غضب الله علي، او ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الاربع لم يصح في الجميع. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على احكام العدة يوم الثلاثاء بعد القدر. في اسئلة؟ اي تفضل. طفل قبل الولد ده خلاص ابنه الحضانة ابنه الحضانة 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 بقى ايه؟ يشوف القاضي حسب المصلحة اللي يشوفه. حسب المصلحة. حسب المصلحة. لأن لو كان المصلحة إن هي بترضعه، ملوش مرضى غيرها، فيخليه معاه لحد ما يخلص الرضاعة ويرجع لأمين. وعلي أن ينفق بقدر الرضاعة. ولو كان في بديل للرضاعة يسحبه منه، لأن أصبحت مفيش علاقة ود بينهما. وبالتالي ممكن هذا يؤثر على الطفل ورعايته. فقد ينزع منها وتحتضنه اخرى، واخد بالك، حمايه للطفل اذا راى القاضي هذه المصلحه. فان لم توجد دليل ممكن تحت رقابه القاضي لحد ما يتم الرضاعه. فهمت ازاي؟ والله تعالى اعلم. لو كان يا سيدي في الزمن اللي احنا فيه، هل ممكن القاضي ان هو ياخذ حاجه زي تحليل الدي ان ايه مثلا؟ اختلف فيها الفقهاء. اختلفوا الفقهاء في موضوع الدي ان ايه. هل هو اللي هو الفينوتايبنج دي بيسموه، بعض الفقهاء اجازوها واقروها، وبعض الفقهاء قالوا لا، لان احتمال الخطا قد يقع فيه، لان هو تحليل زي سائر التحليل، فممكن في نسبه خطا ولو واحد في الالف. وبالتالي الاحسن اننا نمشي تبع الاحكام الشرعيه. لكن لو هو شكك في نسبه فقط، فبعض الفقهاء قال لك ممكن ناخد بالدي ان ايه او ناخد بالاي بي او اللي هي بتاعه فصائل الدم كقرائن
ولكنها مش أدلة كقرائن فقط، لكنها المني عليها حكم. والله تعالى أعلى وأعلم. ودي محتاجة فقه حديث. يعني هل بقى القضاء هيقول لك مالناش دعوة بكلام الفقهاء، وإحنا دلوقتي علميا أصبح الدين إذا نسبة الخطأ فيه شبه زيرو فإحنا هنعتمد عليه أم لا؟ فدي ممكن تبقى على حسب اختيار القضاء، فقد تختلف من بلد لبلد ودولة لدولة على حسب دقة التحاليل وعلى حسب اعتبار القاضي بها أنها تعتبر أم لا. فدي مسألة عايزة بقى مجمع علمي يقعدوا يناقشوها مع العلماء اللي بيحللوا مع القضاء، وهل يرتضوها ولا لا يرتضوها وغير ذلك. طب في حالة العين، في حالة العين هنا يفرق بين الزوجين وينسب الابن للأب في حالة إذا ثبت بالدي إن إيه واعتبرناه أنه قرينة هيفرق بينهم على التأبيب والولد له. فهمت إزاي؟ الملعنة خلاص مالهاش حقوق. خلاص انتهي. طب لو لم تحمل واكتشف يعني يطلعها من سكات. لان الستر كويس. ما تديها حقوق. ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. مش احسن من الفضايح تفضح اسرتها وعيلتها وقد يكون عندك اولاد منها. في بنت كده فضحت امهم. فهمت ازاي؟ فالاولى الستر احسن. مش كده برضو. وطلقوا مع السلامة. هو هناك الفسخ في الملعنة ليه يعني ليه تفصيلات في عموم الفسخ؟ لا هو الفسخ معروف، الفسخ بيبقى غالبا لا ينبني عليه بعد ذلك عودة مرة أخرى. ولا حقوق للفسخ. ولا حقوق للفسخ. إلا لو كان دخل بها هيبقى ليها مهر المثل. بس وخلاص. لدخول بها قبل ذلك. فهمت ازاي؟ لم يكن دفع. لما لو ما كانش مقدر، لو مقدر يديها بعيد مرة لعلة الدخول بها بس. لكن مش هيبقى في نفقة متعة. الخلع أصلا ما بتبقاش ليها أي حقوق. الخلع لأنها بطلبها هي اللي طلب. وما فيهوش فضايح. ده في فضايح. فربنا ينجينا من الفضايح. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك.